ألعاب الفيديو مثلها مثل أي محتوى ترفيهي آخر، بعضها فينا نلعبها ونستمتع فيها بدون أي مشاكل، وبعض الألعاب حرام كمسلمين إنك تلعبها أو حرام تسوي بعض الأشياء جوا بعض الألعاب. فبهالفيديو راح أجيب لكم خمس أشياء أو خمس فئات ألعاب فيديو حرام أو مكروه إنك تلعبها من وجهة نظري. فيلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب اعلن عن الفائز الاخير بالجيفاوي واعلن عن الجيفاوي الجديد. الجيفاوي الاخير كان على اخر 3 فيديوهات توب 10 على ماوس وسماعة من هايبر اكس، والفائز معنا هو ماجد احمد، ان شاء الله الف مبروك. وجيفاوي الشهر على كارت شاشة جالاكس جي فورس ار تي اكس 2060 سوبر المقدم من شركة جالاكس، اللي بيجي بسعة 8 جيجا بايت وفي مروحتين، والكارت مميز بخدمة وان كليك او سي. هالخدمة ما بتلاقوها موجودة باي كارت. الخدمة هاي انه بضغطة زر واحدة بشغل لك الكارت باقوى شكل ممكن ليعطيك افضل اداء جرافيكس وفريمات بلعبة، يعني الكارت راح يكون شغال دائما بشكل طبيعي. اذا دخلت مثلا جيم لقيت فيه مناظر حلوة تبي تشوف اقوى جرافيك فيها، بضغطة زر واحدة بشغل لك اقوى اداء للبطاقة، وبس تخلص ارجع ضغط نفس الضغطة لتسكرها. والحلو بالكارت انه سعره جدا اقتصادي، سعره تقريبا 1500 درهم او ريال سعودي، حتى اقل من هيك بشوي. ومثال بسيط على قوة الكارت، فينك تلعب كول اوف ديوتي وور زون فوق ال 200 فريم وبدقة 4K. وإذا كنت حابب تفوت بفرصة الفوز على البطاقة، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق في حسابك على انستغرام وتويتر أو حتى إيميلك عشان أقدر أتواصل فيه معاك لو فزت. ويلا خلينا نبدأ الفيديو. طيب خلينا نبدأ بالمرتبة الخامسة. بالمرتبة الخامسة هي الألعاب اللي فيها إساءة بشكل مباشر للإسلام، ما فيها والله إساءة يعني بتلميح أو بشيء بسيط، لا بشكل مباشر فيها إساءة للإسلام. نفس عنا لعبة نزلت ب 2008 اسمها مسلم ماسكر، أو بالعربي مذبحة المسلمين. فعلياً واحد عنصري مصمم هاللعبة انك تلعب بشخص تروح تقتل المسلمين ابرياء بدون اي سبب. طبعا منيح اللعبة منعت بكل مكان، ما فيك تحملها من اي منصة على البي سي او على البلاي ستيشن، بس فينك تحملها من موقع اللعبة نفسها. فشي طبيعي اللعبة كهي حرام تلعبها، يعني قاعد توجه رسالة انه روح دبح مسلمين وعنصرية وشي من الكلام. بعدين عنا الالعاب اللي كمان فيها اساءة مباشرة للاسلام، نفس لعبة ديفل ماي كراي اللي كان فيها بوابة جوا اللعبة، هالبوابة لعالم الجن او الشياطين عشان الكلام، والبوابة هي فعليا هي بوابة الكعبة. فعليا راح تشوف الجلالة اللي عليها نفس الجلالة اللي موجودة بالكعبة بالتفصيل مع الكتابات العربية والقرآن وكل شيء. فيعني اظن ما في اساءة مباشرة اكتر من هيك. ولا لعبة ريزيدنت ايفل فيها قرآن مرمي على الارض، يعني سبحان الله مكتبة فيها كل كتب موجودة بالمكتبة الا القرآن مرمي على الارض. وكمان بلعبة ريزيدنت ايفل الجزء الرابع حاطين لك كمان احد الاماكن اللي له علاقه، ما ادري صراحه ما بيتفلسف، بس احد الاماكن باللعبه اللي فيه جلاله، وهالجلاله بالضبط هي الجلاله حوالين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط بالحرف. يعني انتم شايفين هاي الصوره يمين ويسار ما راح تلاقي اي فرق. وعندنا لعبه بوردر لاند 3، حسب ما سمعت انه اخر دي ال سي كان فيه مثل مكان ديسكو فيه اغاني ومشغلين مع الاغاني قران، بس صراحه دورت كتير ما لقيت. بس اللي خلاني صدق هالكلام لانه الحزمه الاخيره اللي فيها هالكلام انمنعت بالشرق الاوسط بالامارات بالسعوديه انمنعت، فاظن هذا هو سبب المنع. وغير هيك بنفس لعبه بوردر لاند 3 اللي نزلت مصلها يعني اخر سنه، اقل من سنه صار نازله تقريبا، في مكان هالفيديو اخده من الاخ طارق، فيكم تلاقوا رابط قناته موجود بالوصف، في مكان مكتوب فيه ايه قرانيه بشكل ملاعبين فيه، بس لو بتدقق رح فينك تقرا الايه، والايه هي محرفه. الايه الاصليه هي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، حرفوها الى وتهنوا وتحزنوا والله علي. ما يعني تحريف عيني عينك. وهي اخر جزء للعبة بوردرلاند والاشياء هي ما تعدلت، وفي امثلة كتير من العاب نفسك. بس اللي حاب اوجهه انه شركات الالعاب فيها فرق من عشرات واحيانا مئات الاشخاص، فشي طبيعي انه احد الاشخاص بهي الشركات يكون عنصري او حاقد على الاسلام ويسوي هالحركات. فيعني ما في داعي نظلم الشركة بكاملها. فعندنا لعبة نفس لعبة تيكن كان في مقطع او كان في حلبة ادعس فيها على اسم الله موجود على الارض، فلما الناس راحوا واشتكوا راح مصمم اللعبة نفسه على تويتر قال اني اعتذر من هالشيء، نحن ما نعرف هالشيء، اكيد موظف حطها بشكل مخفي وبالابديت راح نضبطها ونشيلها. نفس الشيء صار مع لعبة كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2، كان في اطار لوحة مكتوب على اطار اللوحة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، فهاي اللوحة حاطينها
بالحمام فعليا، موجودة بحمام وما فينك تشوف في الإطار اللي مكتوب عليها اللوحة إلا لو عملت زوم يعني بشكل جدا مخفي. فيعني عادي يكون أحد الموظفين عنصري أو يكره الإسلام وسوى هالشيء بدون علم الشركة. ولما الناس أتذكر بكلام هالكلام من زمان كتير، اليوتيوبر خالد الكويت الله يعطيه العافية سوى فيديو على قناته، كان في أحد الأشخاص قاعد يتكلم بالإنجليزي بالفيديو تبعه وموجه رسالة لأكتيفيجن وإنفينيتي وورد، وفعليا على طول بعد الفيديو هاد بيومين حذفوا الماب بالكامل من اللعبة. بعدين بعد بأسبوع رجعوا الماب على اللعبة بس كانوا عاملين أبديت وشايلين الكلام هاد كله، مخلين الإطار باللون الأسود. فالشركات يلي قالوا أسفين غلط منا أو أحد الموظفين وعدلوا هالشيء، ما أقول لكم حرام تلعبوا الألعاب لأنه مثل ما قلت لكم ممكن موظف عنصري فما في داعي نظلم الشركة كلها. بس الأشياء اللي ما تعدلت نفس الأمثلة الأولى اللي ذكرتها، نفس خلينا نقول تبع Resident Evil أو Devil May Cry، هالكلام هالألعاب صراحة ما أدري شو أعلق عليها. بس أنا ماني متأكد Resident Evil دورت على النت أو Devil May Cry، اللي شفته إنه إلى الآن ما شالوا هاللوحات، بس ممكن شالوها وأنا ما أعرف. فياريت لو واحد منكم من لاعبين Devil May Cry أو Resident Evil وعنده فكرة انه ليش حطوا الكلام وهل شالوا او لا، اتمنى يفيدنا بالكومنت. وغير هيك في كمان العاب اللي مو تسيء للاسلام او يعني تسيء للاسلام بس هدفها كان الاساءة لاخواننا المسيحيين، نفس لعبة ام جيسوس كرايست اللي هي اللعبة اللي تلعب فيها كسيدنا عيسى عليه السلام. طبعا هاللعبة اغضبت المسيحيين بشكل جدا كبير ومعهم حق، اللعبة قاعد تلعب كالنبي اللي يؤمنوا فيه، ونحن كمسلمين مفروض كمان انه ما نلعب هاللعبة ونقاطعها، لانه فعلا نبي الله عيسى نحن كمسلمين امن فيه انه من احد انبياء الله، فحرام انه نبي نلعب فيه كفيديو جيمز وكلعبة ويكون شيء يعني شيء فينك تلعب فيه وتحكم فيه. اظن يعني ما في داعي اني اشرح لكم ليش اكتر من هيك. طيب بالمرتبة الرابعة عندنا قسم الالعاب انا بشكل شخصي ما اشوف انه حرام نلعبها، بس لو ما ذكرتها راح تجيني تعليقات انه ليش ما ذكرت هالالعاب، فراح اذكرها وكل واحد ورايه. واعطوني رايكم كمان انتم بالكومنتات هل تشوفوها عادي او لا. اللي هي الالعاب يلي فيها آلهة بس بشكل خيالي بالكامل، اللي بشكل انه ما لها علاقه بالاديان الابراهيميه الاسلام المسيحيه اليهوديه، لا ما لها علاقه بهالاديان ابدا، بعالم خيالي بالكامل بس فيها آلهة. يعني ما فينا ننكر الشيء، نفس لعبه God of War اللي تحارب فيها آلهة الاغريق واخر جزء آلهة النورد اللي هم الفايكنج. نفس عندنا لعبه Doom Eternal. Doom Eternal مو آلهة اللي تروح على مثل النار او جهنم وتقاتل شياطين. عندنا لعبه Devil May Cry نفس الشيء، شخصيه هو ابن شيطان وشياطين وشين الكلام. فهي الالعاب انا من وجهه نظري يعني فقط رايي الشخصي يعني اللي هو انه مبنيه كقصه خياليه بعالم خيالي، فما اشوف انه قصدهم يهينوا لاي دين او اي ديانه، فقط قصه خياليه. لانه لو نمشي على هالمبدا ففعليا كل الالعاب الخياليه فيها الكلام وكل الالعاب الخياليه هيك ما راح نقدر نلعبها. فاي ما ادري اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، هل انتم تشوفوا هل انتم مع انه هالالعاب ما يصير تلعبها ولا ضد؟ اتمنى تفيدونا بالتعليقات. طيب بالمركز الثالثه عندنا الالعاب اللي فيها مقامره، ما قاعد اتكلم على الورق الشد الاونلاين اللي فيها مقامره تدفع فلوس مع انه هي كمان حرام، بس قاعد اتكلم على المقامره اللي قاعدين يحطوها بشكل كيوت بشكل حلو بشكل ما تحس انها مقامره بس هي مقامره، اللي هي انه لما تدفع لتشتري باكيجات جوا لعبه. خليني اكون واضح معكم، ما قاعد اتكلم عن مشتريات جوا الالعاب، اذا عم تشتري جوا لعبه خلينا نقول سكن او باتل باس او يعني ماب جديد او شيء، هذا الشيء عادي ما هو حرام ابدا، قاعد تشتري شيء واضح. بس لما تشتري باكيجات جوا لعبه وبس تفتح الباكيجات ما تدري اللي هيجيك شيء كويس او شيء لا، هاي فعليا حسب ما دورت قرات تعتبر قمار. لانه القمار شو تعريفه؟ اللي هو انك تدفع فلوس على شيء معين وما تعرف شو الناتج من فلوسك، يعني تدفع فلوسك على مجهول، يا اما هتاخذ شيء كويس مقابل فلوسك يا اما رح تاخذ شيء سيء مقابل فلوسك. وهي هي فعليا الباكيجات، انت لما تشتري باكيجات بفلوس حقيقية وتفتحها ما تعرف يطلع لك شيء خرافي ولا شيء سيء، ففعليا هاي فينك تقول عنها مقامر. ما قاعد اقول باكيجات، يعني خلينا نقول اذا لعبة اعطتك باكيجات ببلاش عادي ما انت ما دفعت عليها فلوس حقيقية، بس لما تدفع فلوس حقيقية على باكيجات اشوفها نوعا ما هي مقامرة. نفس الباكيجات اللي عندنا اياها بلعبة اوفر ووتش، نفس الباكيجات اللي عندنا اياها بلعبة فيفا، نفس الباكيجات اللي عندنا اياها باجزاء كول اوف ديوتي القديمة. حاليا اخر جزء كول اوف ديوتي شالوا الباكيجات بشكل كامل، صار عندك نظام باتل باس وتشتري اشياء متفرقة
الحلقة يعني نظام واضح، هذا الشيء اللي هو عادي. فإيه أتمنى كمان تكتبوا لي رأيكم، هل توافقوني مع هالشيء أو لا؟ هل تشوفوا الباكيجات اللي تدفع عليها فلوس حقيقية تعتبر مقامرة ولا لا؟ أنا صراحة أشوفها إيه، أشوفها مقامرة، لأنه فعليا تشتري شيء وما تعرف شو اللي قاعد تشتري، هل هو شيء كويس أو لا، ممكن تخسر وممكن تربح، اللي هو فعليا تعريف المقامرة. بالمرتبة الثانية عن الألعاب اللي فيها مقاطع إباحية ومقاطع عري، نفس ألعاب خلنا نقول سكايرام، لعبة جود أوف وور الجزء الثالث، سينترو، ذا ويتشر، جراند ثيفت أوتو أو جي تي إيه 5، هالألعاب كلها فيها مقاطع إباحية بتخلينك تشوف فيها كل شيء. بس أبي أركز على الألعاب يلي مجبر إنك تشوف المقاطع الإباحية أو العري هي، وما فينك تعملها سكيب أو ما فينك إنك تتجنبها. طبعاً الألعاب اللي ذكرتهم في لعبتين اللي هما جي تي إيه وذا ويتشر مالك مجبر على المقاطع الإباحية، مثلاً عندنا لعبة جي تي إيه لو لعبت اللعبة بشكل طبيعي طور القصة والأونلاين بعدين عادي إنك تلعب اللعبة كلها بدون ما تمر على مقطع إباحي، بس لو في خيار جوا اللعبة لو بدك تشوف كذا فينك. نفس الشيء لعبة ذا ويتشر، لعبة ذا ويتشر مجبر كاتسين باللعبة في مقاطع إباحية، بس لو اشتريت النسخة العربية من اللعبة قاطعين المقاطع الإباحية هاي أو معدلينها بشكل إنه يغطوا فيها أي شيء ممكن ما يناسب ثقافتنا. فهاي الألعاب نوعا ما يعني أشوفها إنه عادي، طالما راعوا إنه مو كل الناس يبي يشوف المقاطع الإباحية، مو كل الناس عنده الإباحة شيء عادي، وعطينا خيار إنك تحجبها. بس في ألعاب لا، نفس لعبة سينترو مثلا ما فينك تلعب اللعبة مجبر إنك تشوف المقاطع الإباحية، فهاي الألعاب صراحة أشوف إنه يعني ما يجوز نوعا ما انك تلعبها. بالمرتبة الاولى عندنا العاب اللي فيها اجندات او اهداف تخالف عقيدتنا الاسلامية وكمان تخالف كمان كثير من الديانات الاخرى، اللي هي الالعاب اللي فيها دعم للمثلية الجنسية. طبعا خلني اكون واضح، لو ابي اقول انه كل لعبة فيها دعم للمثلية الجنسية ما يصير تلعبها، ففعليا حاليا ما نقدر نلعب اي لعبة، لانه عندهم بالغرب او بامريكا عندهم حاليا لو فيلم او مسلسل او لعبة ما دعموا فيه المثلية الجنسية ولو بشكل تلميح خفيف، فعادي هاللعبة تتكنسل، او عادي الجروبات ونيك اللي مع الحقوق المثلية يسفلوا باللعبة وتصير مشكلة. فحاليا نوعا ما شركات الالعاب والمسلسلات والافلام كذا مجبرين على الاقل يدعموها بشكل جدا خفيف، وهالشي شفناه بكتير العاب. خلنا نقول نفس لعبة Overwatch، اللعبة نزلت ما كان فيها اي شيء، بعدين بعد فجأة بالكوميك قالوا ايه في شخصية باللعبة ترى مثلية جنسية، بعدين بعد فترة فلوها قالوا ايه ترى في شخصية ثانية كمان مثلي، قاعدين يلمحوا عليه يعني الثاني ما اكدوا، فنوعا ما فلينها Overwatch قاعدين يزيدوها. بس عندنا لعبة نفس لعبة Call of Duty Black Ops 4، لما نزلت Black Ops 4 حسب ما سمعت انه ناس انتقدوا اللعبة، الجماعة اللي بالغرب انه ما فيها دعم للمثلية ابدا وكذا، قاموا نزلوا كوميك بالكوميك قالوا ايه ترى احد شخصيات الملتي بلاير مثلي اذا ما تعرفون. فيعني هذا التلميح يلي المجبرين عليه عشان لعبتهم ما تتكنسل او ما يعني عشان يتجنبوا المشاكل. هاي الالعاب بوجهة نظري انه عادي، بس في الالعاب اللي مبنية على هالشيء، اللي مبنية عشان تقلك انه المثلية الجنسية او الشواذ شيء عادي، وبالعكس اللعبة تحارب الناس اللي يقولوا غير هالكلام، نفس لعبة The Last of Us الجزء الثاني. طبعا ما ابي اتفلسف، انا الى الان ما لعبت لعبة The Last of Us الجزء الثاني، واللي ما يعرف انا اعشق The Last of Us، اعشقها بشكل جدا كبير، عشان لا يجيني شبيحة The Last of Us ديسلايك ويسبوني وكذا. انا لو تشوفوا صورتي على البلاي ستيشن من 5 سنوات الى الان حاطط صورة إلي اللي هي شخصية بـ The Last of Us إلي الصغيرة، من كتر ما حبيت اللعبة. باكثر من فيديو عملته بالقناة كافضل العاب ذكرت The Last of Us ومدحتها بشكل جدا كبير، بس ما راح اخلي يكون عندي حب اعمى للعبة، ما راح اخلي حبي للعبة يخلي اني اسكر عقلي واقول ايه ترى عادي حتى لو يدعموا المثلية شو يعني. لا، الجزء الثاني حسب الكلام اللي طلع على اللعبة انه القصة فيها دعم للمثلية بشكل مباشر، بشكل حتى انه يهاجمك اذا كنت ضد المثلية. غير هيك عندي صاحبي لعب اللعبة وختمها واكد لي على هالكلام صحيح، بس مرة تانية انا لسه ما ختمت اللعبة، ممكن ما ختمها اشوف لا هالكلام غلط. فراح تلاقوا في تعليق مثبت اسفل الفيديو، لما اختم اللعبة خلال اسبوع من نزول هالفيديو راح اكتب التعليق المثبت، هل فعلا اللعبة نفس ما يقولوا عليها فيها دعم للمثلية بشكل جدا بايخ ولا لا انا ظلمت اللعبة بهالفيديو، راح اضبط بالتعليق. وغير هيك في ريفيو لشخص اثق بمراجعته الصراحة اللي هو عبدالله ريفيو، راح اعطيكم مراجعته للعبة والوصف اذا واحد ما تهمك اذا تحرق عليك اللعبة او لا، وانت بتعرف هاللعبة فعلا فيها دعم صريح لشواذ ومهاجمة اي شخص يعرضهم او لا، روح شيك الريفيو تبعه وراح تعرف. اي شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، وبس كلمكم شركيال شركة كيش كم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.